عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جبت لكم تحلية روعة وسهلة في التحضير. غادي نحضروا ان شاء الله الكرامبل ديال التفاح كيف ما كتشاهدوا معايا. الشكل ديالو غزال، قدمته بشكل فردي في هذا لي غامكان كيف ما كتشاهدوا معايا، كيف ما يمكن لكم تحضروهم في مول عائلي. تحلية سهلة وفي المتناول بمقادير متواجدة في كل منزل. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. بسم الله، كيف ما كتشاهدوا معايا روعة بمعنى الكلمة. تحلية سهلة جدا ولذيذة بزاف بزاف، كتقدم يا اما دافية يا اما باردة، ومن الاحسن انها كتقدم دافية كتكون احسن. نتمنى ان شاء الله الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والان تفضلوا معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، بالنسبة للكرنبل عندي هنايا 100 غرام ديال الدقيق الابيض، 90 غرام ديال الزبده، 90 غرام ديال بودره اللوز، و90 غرام ديال السكر حبيبات، واحد الساشي ديال الفاني التنسيم. عندي هنايا 4 ديال التفاحات، قياس واحد المعلقه ديال الزبده، شويه ديال السكر كيبقى على حسب الحلاوه ديال التفاح، الحامض، وراس معلقه ديال القرفه. بسم الله، نبداو اول حاجه نحضروا الكرنبل. غادي ندير الدقيق، بودرة اللوز، سكر حبيبات، والزبدة، وغادي نزيد واحد الساشي ديال الفانيل التنسيم. بسم الله، غادي نخدم هادشي هذا غير بأطراف الأصابع، كنرملو هاد الدقيق. من بعد ما دخلت الزبده مزيان في الدقيق كيف ما كتشاهدوا معايا على هذا الشكل هذا، غادي نحتفظ به جانبا. الان غادي نقيو التفاح ديالنا. بسم الله، بعد ما نقيت الكمية كاملة ديال التفاح غادي نقطعو مربعات صغيرة. بسم الله، ما ساليت الكميه كامله كيف ما كتشاهدوا معايا، خديت واحد المقلاه. بسم الله، نشعل عليها، ندير واحد طريف ديال الزبده، نستنى على الزبده تذوب. الان غادي ندير التفاح اللي قطعته. بسم الله، غادي نزيد شويه ديال السكر، غنزيد القليل فقط. انا عندي التفاح هنايا حلو، شويه ديال السيترون الحامض، وشويه ديال القرفه كتبقى على حسب الذوق. بسم الله،
نتسناو على هاد التفاح هذا. نتسناو على هاد التفاح حتى يتكراميليزا واحد شويه. الان غادي نطفي عليه، ما نخليوش التفاح حتى يطيب بزاف، لانه غادي يكمل عاد الطياب في الفرن غير شويه، واحد الخمسه ديال الدقائق. اليوم اختاريت باش ندير هاد الكرومبل فردي، كيفما كتلاحظوا معايا خديت هاد لي غامكان هادو دهنتهم بالقليل فقط من الزبده. يمكن لكم تستعملوا مول فرديين كيفما يمكن لكم تستعملوا مول بحجم عائلي، لكم الاختيار. كيفما كتلاحظوا معايا كنوزع طبقه ديال التفاح هي الاولى. والان غادي نوزع طبقه ديال الكرومبل، كنغطيو التفاح ديالنا كامل. خديت هنايا لاطا اللي تمشي للفرن، غادي ندير وسط منها لي غامكان. بسم الله، سبق ليا وشغلت الفرن على 180 درجة من الأسفل والأعلى. غادي ندخل الكرومبل يطيب تقريبا واحد 30 دقيقة حتى يتحمر لنا الوجه ديالو، ونخرجوه ونقدموه إن شاء الله بالصحة والراحة. وهذا هو الكرومبل بعد ما طاب ليا، تقريبا خدا ليا نصف ساعة في الفرن كما كتلاحظوا معايا تحمر. الان غادي نستنى عليه حتى تنخفض درجه الحراره ديالو ونقدموه ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكرومبل بالتفاح اللي حضرت معكم هذا النهار. كيف ما كتشاهدوا معايا الشكل ديالو كيجي غزال، والمذاق كيجي روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه التحليه وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، مع السلامه، فيديو جديد ان شاء الله.